يقول السائل: كنت صائما فنويت أن أفطر في وسط النهار ثم تراجعت وأتممت يومي، فهل علي شيء في هذه النية؟ إذا كان الصوم نافلة لا بأس، صومك صحيح. أما إذا كان الصوم صوم فريضة أو قضاء أو كفارة، صوم واجب، فإنه يبطل بنقض النية، إذا نقضت النية بطل صومك. نعم.